نروح بقى للملف المصري ومعاه مداخله مهمه جدا، مهاجم النادي الاهلي ومنتخبنا الوطني كابتن مروان محسن. يا كابتن مروان اهلا وسهلا بيك ومساء الفل. حبيبي يا ايمان، مساء الفل حبيبي، وحشني جدا وطمني عليك. واخبارك ايه في ظل الظروف الصعبه ديت؟ تمام والله حبيبي، كله زي الفل الحمد لله. ونتمرن في البيت بقى، تتمرن في البيت؟ الحمد لله. يومك بقى ماشي ازاي؟ بتعمل ايه؟ مفيش، عادي بتصحى كده بتفطر بقى، تقعد تتابع الاخبار شويه، تتمرن، ترجع برضو للاخبار كده بس. وضع صعب، ها؟ وضع ما عشناهوش قبل كده. صعب جدا الصراحه يعني. صحيح. مروان خليني ان شاء الله. يا رب اللهم امين. مروان عندي اسئله كتير جدا الحقيقه وبتشغل بال الناس الى حد كبير. مروان محسن واحد من اللعيبه الرجاله اللي احنا شفنا في بطوله الامم الافريقيه قبل الماضيه، كانت اصابته بقطع في الرباط الصليبي وقد ايه تحملت على نفسك، وثم استكمال للمهمه مره اخرى سواء مع المنتخب او حتى مع النادي الاهلي. بتقيم ازاي الفترات ديت، الفتره الصعبه بتاعه المنتخب مع مستر كوبر ومن بعدها كمان مع اجري؟ مفيش والله، اكيد الفتره دي كانت صليبي الواحد كان ماشي فيها خطه كويسه وكان شغال على نفسه على طول قبل البطوله. ولما جت الصليبي طبعا بقى كان عندي تحدي مع نفسي طبعا. كنت قاعد منهار طبعا ساعه في البطوله وكده، منهار طبعا اول ما عرفت الخبر وكده. بس كان عندي تحدي مع نفسي، الحمد لله انا هرجع اقوى من الاول، لان على طول بقى الناس بتخاف من الصليبي ده خلاص بقى كده يعني، الواحد بيتعرف اللي هو بيجي له احباط. ايوه خلاص. بس انا ما كنتش يعني مستسلم قوي كده، فالحمد لله اشتغلت على نفسي وتحديت نفسي الحمد لله ورجعت اقوى الحمد لله. ومع مستر اجيري طبعا بقى يعني كنا شغالين طبعا قبل البطوله، الواحد كان يعني شغال يعني في كاس عالم برضه مع كوبر قصدي، كان نفسي نعمل احسن يعني ماتشات احلى من كده طبعا. فالحمد لله طبعا. ومستر اجيري طبعا ما جه بقى اشتغلنا معاه برضه، كان يعني كان حلمنا ان احنا ناخد البطوله طبعا في مصر كده، بس ما حصلش نصيب الحمد لله. مروان خلينا نتكلم بقى على النادي الاهلي. يمكن فترة كانت صعبة عليك في الاول وبعدين العملية بدأت تمشي ومروان بدأ يسجل وانا بعرض لك جزء من الاهداف بتاعتك. بتتعامل ازاي مع نفسك في ظل الظروف اللي بيبقى فيها مروان مش موفق؟ يعني في وقت من الاوقات في ماتش، انا عايز افتكر الماتش تحديدا، جات لك فرصة وانا حتى كنت بتفرج قلت القصة كلها عند مروان ما بقتش انه الموضوع له علاقة بالامكانيات، لان احنا عارفين ان مروان عنده امكانيات وامكانيات محترمة شفناها اكتر من مرة، بل هي الفكرة كلها انه مروان بقى موضوع الهجوم الكتير اللي عليه خلاه شوية يبقى مهزوز. قول لي ده تحليلي وممكن يبقى غلط، بس قول لي انت بقى الوضع هو مش هزة، هو مش هزة، انت شعب بيجي كده بيصعب عليك نفسك، بتقول في ايه عارف اللي هو يعني بيصعب عليك نفسك يعني، ورغم ما بيسجل يعني الناس بتبقى طالعه عشان ما بيسجلش يبقى وحش، فانا مش عايز افهم النظريه دي رايحه فين بالظبط. انا شغال اكيد اي مدير فني هيجي بقى اكيد اكيد يعني مش جاي واسطه بتوسط عنده انا. بشتغل مع مدير فني اجانب كتير اشتغلت معاهم، مديرين مصريين. الحمد لله الواحد كان بيتمرن كويس وبيشتغل كويس وبيبقى جوه الماتشات دايما الحمد لله. الواحد بيشتغل بقى دي ده توفيق وعدم توفيق من عند ربنا طبعا يعني، اكيد واحد بيبقى نفسه هو يحرز هدف في كل ماتش، بيبقى معاك ربنا بيديك معاك توفيق وساعات ما بيبقاش معاك توفيق، فانت ده حاجه بتاعت ربنا يعني فاهم. الواحد بيشتغل الحمد لله ما بيأس، بس هو ساعات الدنيا يعني الناس مقفراها شويه يا ابراهيم كده، ف يعني بقى في يعني مش عارف اقول لك ايه. هل بتحس انه في تربص بيك يعني؟ هي دي برافو عليك يا بيومي. الموضوع بقى هي دي الفرصه اللي انا كنت بتكلم عليها في الماتش ده، وفي الماتش ده انت سجلت على طول. انا مش بتابع بقى، مش ما قدامكش ما قدامكش معرفش ده قدام اف سي مصر الكوره اللي انت ضيعتها اللي عملها لك الانفراد. ايوه بالظبط كده، ضغطت عليها دي. دي انا عشان خدت فيها قرارين، دي مش حوار، انا خدت فيها قرارين. عايز تسجل وعايز تباصي. كنت عايز يعني اضمنها اكتر يعني. صحيح. طيب وبعديها رحت مسجل كمان في نفس الماتش، جبت جونين. جونين نفس الماتش. جونين تقريبا. صحيح. بعدين حصل تاني ومروان مر بفتره عدم التوفيق. قول لي
قول لي ايه الموضوع بالظبط؟ يعني انت نفسك، انا عارف انك بتتمرن، بسال دايما على فكره عشان تبقى عارف، يعني بيقولوا لي بتمرن بيموت نفسه في التمرين، من اللعيبه اللي ما بتهزرش في التمرين، كل تمرينه بالنسبه له اكنه هو ماتش. انت بتخش شويه محمل بضغوط؟ انت مش الموضوع ضغوط، هو موضوع انت يعني انت بتشوف بتقول ايه اللي بيحصل ده، مش فاهم الناس، يعني الناس عايزه ايه، مش فاهم. والناس اللي بتطلع تحلل برضو تيجي في برامج قاعده بتحلل دي، يعني انا مش عايز انا اذكر اساميهم عشان ما بقدرش اكبر من حجمهم. ف يعني انت ما ممكن ابراهيم ينقد مثلا، اه مش فايق، مروان محتاج كذا، مروان مش عارف ايه، في نقد بيبقى كويس. ايوه، لكن في شو على طول بقى الدنيا شغاله على طول والسوشيال ميديا، ولا الموضوع بقى بيجح قوي يعني، مش شايف دي مش يعني مش عارف مش عارف الناس عايزه ايه. بس عادي، الواحد برضو مش شغال والله، مهما يكون برضو الواحد ربنا كبير يعني، فاهم، ربنا حطك في الظروف دي طبعا وبيخرجك منها برضو، بيجي في وقت بيخرجك منها. الحمد لله الواحد صبور وبيشتغل وبيعمل عليه بس الحمد لله. صحيح، بسألك بقى على فايلر، علاقتك بيه عامله ازاي؟ وعلاقه فايلر اصلا بلاعيبه النادي الاهلي عامله ازاي؟ شفنا طفره كبيره جدا على مستوى بطوله الدوري، شفنا برضو نجاحات على مستوى البطوله الافريقيه، حتى الان الراجل ماشي بنتائج كلها ايجابيه، العلاقه ما بين الراجل وبينكم عامله ازاي يا مروان؟ لا هو راجل يعني بيتعامل نفسيا كويس جدا صراحه، دايما عايز الناس كلها جاهزه، اللي موجود في الفرقه كلها، اللعيبه كلها جاهزه. اي حد يبقى موجود، اي حد بيلعب بيبقى ليه كل فكر، كل ماتش ليه فكر، بيبقى محتاج مروان مثلا، محتاج اي في اي بادجي، محتاج بيبقى عنده على طول تغيير في التشكيل. فهو الراجل صراحه بيتعامل معاه كويس، وفي تمرينات ومتمرن كويس وعنده طموح، يعني عنده طموح بيبني كفرقه، وعنده طموح اللي هو السنه دي ياخد، يعني شغال على اللي هو ياخد بطولات السنه دي كلها. فالراجل كويس صراحه. صحيح. طيب عايز اسالك بقى في جزئيه فنيه، اشرحها لي وتعالى ندردش فيها شويه عشان الناس برضو تبقى معانا في الصوره. مروان دائما وابدا بيستلم وهو ظهره للمرمى، اللي هو بلغه المدربين وبلغه التقنيين هو اكتر لاعب يقدر يعمل لك محطه ويطلع الاطراف كمان علشان خاطر يخلق لهم مساحات. اللي انا بقوله ده صح ولا غلط؟ اكيد بيبقى مطلوب منك كده طبعا. الله ينور عليك، يبقى احنا ماشيين على نفس التراك. بدات الناس بقى تتكلم في الفتره الاخيره انه مروان بيعمل دي كويس جدا جدا، ليه مروان ما يعملش الجزء الثاني بقى، اللي هو مروان يبقى وشه للمرمى، مروان يهدف اللي الناس عرفته واللي بيه كان جاي النادي الاهلي من الاسماعيلي، واللي كانت طلعت مروان محسن بيها. اشرح لي بقى وجهه النظر الفنيه في القصه دي تحديدا، علشان يبقى احنا بندي فرصه كبيره للناس تفهم مروان بيعمل ايه في الملعب عشان ما يبقاش فيه ظلم باين مثلا عليك. هو مين اللي بيشرح بالظبط فيه؟ مين؟ يعني جاي اللي بيشرح، يعني انا اشرح له يعني؟ اشرح اشرح. لا والله يا ابراهيم، الواحد بينزل بالمطلوب منه، وبيفضي مساحات دايما على طول في ظهره. المدرب فايلر بيبقى محتاج كده، محتاج الموضوع. فانا بشتغل على نفس الفكر اللي هو بيشتغل فيه، اكيد ببقى نفسي هو 18 دايما ان انا احرز اهداف. انا بشتغل طبعا، بستلم، وساعات بستلم لو في وقت اللي انا وقت بلف. بس انت طبعا يعني الماتشات دايما مضغوطه، فانت على طول مركز ان احنا محتاجين نكسب، محتاجين. فهو ده الفكر بقى، لكن انا مش فاهم يعني ايه بيستلم في ظهره. فاكيد في كل ماتش بيبقى ليه تكتيك معين، يعني تكتيك معين، والتكتيك ده انت بتنفذه وفقا لتعليمات المدير الفني، حتى ولو جت يا مروان، حتى ولو جت على حساب ان انت تسجل. هو ده اللي انا عايز اوصل له، هو ده اللي انا عايز يعني ايه اقرب الكلام اللي انت بتقوله للناس، علشان لو الناس بتنتقد مروان في حاجه الناس تبقى فاهمه كويس انه مش كل الناس حاجه شايفه في الملعب، مش ناس مش شايفه جوه الملعب ايه اللي انا في ماتش، في ماتش الاخير اللي هو ماتش في الدوري، كان ماتش مين يا رب؟ سموحه، ماتش سموحه، في كوره انا في خدتها في ظهري كوفي كده، فهشوط. فانا وانا لسه هاخد قرار الشوط، فسمعت حسين الشحات بينادي عليا من الناحيه الثانيه، انا افتكرته يعني فاضي. ايوه، فاستنيت واحد واقف على الكوره، فبرضه تفهم القرارات اللي هي، فالناس بقى فاكر ده ما بيشوطش ليه، ده ما بيعملش. ايوه الناس واخده على طول فكر، مش عارف ما بيلعبش على المرمى، ما بيلعبش، مش عارف ايه. هل انت بتفضل زمايلك اكتر على نفسك؟ دايما يقول لك ايه المهاجم لازم يبقى عنده سن الطمع زياده، مروان بيفضل زمايله اكتر. اكيد الاثنين برضو، اكيد انت تبقى عايز تسجل يا ابراهيم، والمصلحه برضو ترجع للفرقه طبعا، مش مروان بس لوحده. فانا بفكر في يعني في نفسي وفي زمايلي. صحيح، مصلحه للفرقه برضو، برجع للفرقه. انت بتلعب في النادي الاهلي، مطلوب منك انت كل ماتش في مكسب، محتاج بطولات على طول، الجماهير بتطلب بالبطوله. فده برضو عوامل كتير يعني.
انا صحيح. مش بفكر في حاجه شخصيه. صحيح. اخر حاجه بقى عايز اسالك عليها كابتن شريف اكرامي وقراره بالرحيل على النادي عن النادي الاهلي واعتزال الكابتن حسام عاشور وفق ما اعلن لجنه التخطيط النادي الاهلي، بتشوف الاثنين الاسمين الكبار دول ازاي من وجهه نظرك؟ شريف شريف اكرامي طبعا يعني الشخصيه اللي انا بحبها وبحترمها، وحسام عاشور برضو الشخصيه اللي انا بحبها واحترمها. الموضوع طبعا هيبقى صعب يعني انت بتبقى عايش وسط اثنين يعني مش شريف اتعلمت منه كتير في اسلوبه وتعامله جوه النادي وبره النادي وحسام برضو كقائد ما تتكلم عليهم يعني مش شهادتي مجروحه فيهم. فطبعا هنفتقد الفتره الجايه ان شاء الله السنه دي يعني ناخد البطوله ان شاء الله وهم معانا ان شاء الله كده باذن الله بطوله افريقيا باذن الله كده واتمنى لكل واحد فيهم الخير كده وفي اي مكان يعني وربنا يكرمهم ان شاء الله باذن الله. مروان انا بتمنى لك كل توفيق ان شاء الله باذن الله، وكنا حابين ان احنا نطمن عليك وندردش معاك وهو بالمره كمان نشرح للناس ونفهم الناس مروان دوره كمان بيبقى عامل ازاي في الملعب. انا بتمنى لك كل التوفيق يا مروان، بشكرك شكرا جزيلا. مروان محسن نجم منتخبنا الوطني والنادي الاهلي.